أعلنت جمعيات المعارضة في البحرين عن قبولها استئناف الحوار مع الحكومة، إلا أنها اشترطت استبعاد الموالاة خلال المرحلة الراهنة على غرار التجربة الإيرلندية. وأكدت قوى المعارضة ترحيبها بأي حوار جاد ذي مغزى يفضي إلى حل سياسي توافقي شامل ودائم يحقق العدل والمساواة ويحفظ مصالح أبناء البحرين بجميع مكوناتها. من جهته أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامي الشيخ علي سلمان في تصريح للسي إن إن أكد أنه لا شيء يمنع دخول الموالاة على خط الحوار في وقت لاحق، كما هو الحال في التجربة الإيرلندية على حد قوله. لا أحد ضد الحوار، موقف ثابت أكدت عليه الجمعيات السياسية في اجتماعها اليوم لتقطع القيل والقال حول موضوع الحوار. ومقابل الموقف الإيجابي من جانب الجمعيات للقبول بالحوار واعتباره ركيزة أساسية في رؤيتها لحلحلة الأزمة السياسية في البحرين، أكدت الجمعية أن أي حوار جاد يتطلب التوافق بين طرفيه على أجندته وآلياته ومدته الزمنية ليساهم في إعطاء الثقة الأولية بجدية هذا الحوار. للرموز المعتقلين الحق في أن يكونوا جزءا من هذا الحوار، وعليه أكدت الجمعيات على ضرورة أن يكون الرموز شركاء أصيلين في صناعة الحل. أما الآلية المثلى بحسب ما تراه الجمعيات فتتمثل عبر لقاء ممثل عاهل البلاد المفوض بالحوار مع أطراف المعارضة على انفراد، وله أن يجتمع مع غيرها بالشكل الذي يراه مناسبا حتى يتم التوافق التام عبر اللقاءات المنفردة، وعند تحقق التوافق يمكن عقد اجتماع عام للإعلان عن ذلك. الجمعيات السياسية حددت أو بالتعبير الأدق أكدت من جديد على مرئياتها للحوار، وهي مبادرة ولي العهد التي أعلنها في 13 من مارس عام 2011، ووثيقة المنامة التي أطلقتها الجمعيات السياسية الخمس في 12 من أكتوبر عام 2011، وأخيرا توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي تم الإعلان عنها في 23 من نوفمبر عام 2011. واعتبرت المعارضة أن التنفيذ الأمين والدقيق والشفاف لتوصيات لجنة بسيوني يتطلب الإفراج عن جميع المعتقلين والسجناء السياسيين باعتبارهم سجناء رأي، وإعادة جميع الموقوفين والمفصولين والشروع في العدالة الانتقالية، وذلك لتعبيد الطريق أمام مصالحة وطنية شاملة وجذرية يشترك فيها الأطراف كافة. اللافت في بيان الجمعيات السياسية هو مطالبتها وبوضوح بإعادة هيكلة هيئة شؤون الإعلام بما يؤسس إلى إعلام وطني مهني يستند على قاعدة الرأي والرأي الآخر ويعبد الطريق أمام حوار جاد يحترم كافة مكونات المجتمع المدني، داعية إلى ضرورة توقف أجهزة الإعلام الرسمية وشبه الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة عن عمليات التحريض السياسي والطائفي ضد المعارضة وفئات واسعة من الشعب البحريني. واشترطت المعارضة في بيانها عرض نتائج الحوار المزمع إقامته على الشعب ليحظى هذا التوافق بالشرعية الشعبية والقانونية، معتبرة الاستفتاء عملية أساسية لنجاح أي توافق، فالشعب هو مصدر السلطات جميعا وصاحب الحق الأصيل في تقرير كافة شؤونه السياسية. وأعلن البيان عن تشكيل مرجعية تفاوضية ممثلة في رؤساء الجمعيات السياسية، وذلك من أجل اتخاذ القرارات حيال مسألة الحوار وما قد يستجد. وللإضاءة على موقف الجمعيات السياسية ينضم إلينا من لندن المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الأستاذ خليل المرزوق. السلام عليكم أستاذ خليل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني بداية، ما هو الشيء الجديد فيما أعلنته المعارضة الوطنية اليوم؟ هل نفهم من ذلك بأن الحوار وضع على نار حامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دابت السلطة منذ 23 نوفمبر على أساس أن هناك حملة دعائية كبيرة تحاول أن تلمع صورتها بعد كل الانتهاكات التي حدثت في البحرين، وتقوم بما تسميه هي خطوات إيجابية باتجاه الحل سواء كان على المستوى الحقوقي أو على المستوى السياسي. ولذلك تتابعت بعض الخطوات الشكلية التي تريد أن توهم المجتمع الدولي وفي الداخل والخارج بأن هناك خطوات جادة من النظام بإجراء إصلاحات وما
متابعة الأمور على الأرض. المعارضة كانت تطالب دائما منذ الأزمة الدستورية في 2002 بحوار جاد، وهذا لم يتوفر إلى الآن، وهي ثابتة على موقفها. تقول في هذا الاجتماع الذي عقد يوم أمس أن المعارضة استراتيجيا باقية على خطها، وهو الحوار على أساس الخروج بالأزمة، ولكن تعرف هذا الحوار يجب أن يكون هذا الحوار جاد. ومعنى أن يكون هذا الحوار جاد أن يكون بين ممثل الملك والقوى السياسية، بحيث أن يتفقوا على كل التي تعيق التطور في البحرين، والتي تكون عقبة في توزيع السلطات وصلاحية هذه السلطات من منطلق أن الشعب مصدر السلطات. لذلك النقطة الأولى في معنى حوار جدي أن يكون هناك إرادة تمثل هذه الإرادة من خلال ممثل للملك يجتمع مع القوى السياسية. النقطة الثانية في هذا الموضوع، يجب أن نتفق على الأجندة على الآلة. نعم. جولاي من أن أجندة مسبقة ونتائج مسبقة وآلية نقاش مسبقة وكل هذه الأمور حددتها السلطة، وتريد للمشاركين 320 الذي فيهم فقط 25 شخصية من المعارضة أن يمروا بهذه الآلية. هذا الكلام لا يتناسب، وهذا الإجراء لا يتناسب مع معنى جدية الحوار التي تطالب به المعارضة والشعب البحريني والمجتمع الدولي ككل. نعم، يعني على ذكر الشعب البحريني، لماذا تشترطون يعني أن يكون هنالك استفتاء على نتائج الحوار في حال تم إجراؤه؟ صاحب السيادة الحقيقية في البحرين أو في أي دولة هم الشعب. إذا لم يكن القرار بيد الشعب ليس هناك أي معنى لأي توافق، لأن لا يستطيع أحد أن يقول هو مفوض من الشعب إلا بطريقين: بطريق أن تكون مجلس تأسيسي تجرى انتخابات ونذهب إلى مجلس تأسيسي، فهذا تفويض من الشعب إلى من سيدخل الحوار. أما نتائج الحوار لا تعرض على استفتاء ونقول أن هذا إرادة الشعب، هذا المطب الذي طب فيه النظام في حوار جولاي، أنه اختار شخصيات حتى وإن كانت المعارضة ممثلة فيه، وبعد ذلك حاول أن يسوق أن هذه هي الإرادة الشعبية. هذا غير صحيح. بدون استفتاء أو بدون مجلس تأسيسي لا معنى لأي خطوات يمكن أن تقوم بها، لأن صاحب الإرادة الحقيقية هو الشعب غير موجود في هذه العملية، لا ابتداء ولا انتهاء بمعنى حسم النتائج. لذلك موضوع الاستفتاء كخيار، أو الحل الثاني هو الذهاب إلى مجلس تأسيسي، وهذا ما قررت المعارضة. أيضا تنفيذ الكامل لتوصيات السيد بسيوني، نعم، والتي منها الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء على رأسهم الرموز السياسية، ومن حق أي قوة سياسية أن تشترك في هذا الحوار المزمع. ودخلنا في تفصيل أيضا كيف تتعاطى السلطة مع الفئات المختلفة في المحطة الأولى، ولعلكم في تقريركم ذكرتم الطريقة الإيرلندية. نعم نعم، يعني دعني أسألك على ذكر، يعني ذكرت أنت تقرير بسيوني، ومن ثم سأسألك عن موضوع يعني الطريقة الإيرلندية التي تحدث عنها الشيخ سلمان. يعني غدا سيتسلم الملك تقرير اللجنة الوطنية المتعلقة بدراسة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، فهل ترون أنتم يعني كمعارضة أن ذلك سيؤثر على احتمالات الحوار؟ في الواقع لا، وللأسف أن ما نشاهده على واقع الأرض في تقييم ما قبل تقرير السيد بسيوني وما بعد تقرير السيد بسيوني، لا زالت نفس الانتهاكات بصورة أو بأخرى. يعني قبل يومين أمس واليوم يدفن شهداء باستخدام المفرط للقوى والغازات السامة، وهذا كان موجود قبل تقرير السيد بسيوني. بعد تقرير السيد بسيوني نتحدث عن أكثر من 20 شهيد سقطوا، كثير من الشهداء نتحدث عنهم باستخدام المفرط للغازات السامة، فأين التنفيذ للتوصيات؟ نتحدث عن تعذيب كان ذكر في تقرير السيد بسيوني، الآن نتحدث عن تعذيب ولكن ليس في غرف التحقيق،
هذا التعذيب يجري في مباني حولت من أجهزة، مثلا مبنى للبلديات أو الصبل للخيول أو مركز إيواء الشباب يتحولون إلى مراكز تعذيب. أين عملية الإصلاح بعد تقرير السيد بسيوني التي يمكن أن يتحدثوا عنها غدا؟ عمليات التي تجري للاعتقالات كما كانت في السابق بمداهمة البيوت في أنصاف الليالي أو الفجر، بتكسير الممتلكات، بإهانة الناس الذين يذهبون لاعتقالهم، كل هذه الإجراءات لا زالت على الأرض. عندما نتحدث عن آليات التقاضي والنيابة العامة والمحاكم، كل هذه العمليات تجري بنفس الطريقة التي كانت قبل تقرير السيد بسيوني. فأين الاختلاف؟ وماذا سيقول السيد علي صالح الصالح غدا عندما يسلم تقريره؟ يقول أن الحكومة تعاونت أيما تعاون معنا ونفذت أيما تنفيذ لهذه التوصيات. نعم. كل هذا حملة دعائية تريد أن تلمع الحكومة والسلطة صورتها التي أخدشتها كل هذه الانتهاكات. لن يفيد ذلك، لأن في نهاية المطاف المواطنون يجب أن يشعروا بالفرق بين ما قبل تقرير السيد بسيوني وما بعد تقرير السيد بسيوني. إذا المعاناة استمرت ولا زالت مستمرة، لذا الانتهاكات كلها مستمرة، لا يفيد ذلك. أين التوصية؟ نعم، يعني إذا عدنا إلى موضوع يعني المقاربة للأزمة البحرينية على طريقة الأزمة الأيرلندية التي تحدث عنها الشيخ علي سلمان، يعني ألا تخشون أنتم يعني من ردة فعل الموالاة على استبعادها؟ في الحقيقة أن ما يحدث في البحرين هو ليس كما كان في أيرلندا، انشقاق طائفي وفئتين تتقاتلان سواء كانت على الأرض أو سياسيا. البحرين هناك سلطة تحاول أن تجير طرف من الأطراف، تشحن هذا الطرف بأن هناك مخاوف، يجب أن تقول أن هناك مخاوف لدى هذا الطرف من الطرف المطالب بالديمقراطية، وهناك شحن طائفي من طرف واحد. لو حللنا الوضع في البحرين ليس كما هو في إيرلندا، ولكن للخروج من المأزق البحريني وإصرار السلطة والبعض الذي يقول أن المعارضة تريد أن تقصي الآخر وتريد أن تتحاور فقط مع السلطة، نحن عندما نقول نتحاور مع السلطة نقول بهذا العنوان، نحن ليس لدينا مشاكل مع أشقائنا في الوطن المواطنون، وليس من يختطف السلطات هم هؤلاء المواطنون أو حتى قياداتهم، السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية أو الأمن، الأجهزة الأمنية أو الجيش أو الإعلام أو الثروة أو الاقتصاد، كل ذلك لدى العائلة المالكة، لا لدى الأصالة ولا المنبر ولا التجمع ولا جمعية أخرى. فأنا عندما أذهب أتفاوض مع هؤلاء لن يعطوني شيء لأنهم لا يملكون شيء، فالحوار الحقيقي بين ذلك. ولكن نقول إذا كانت المعادلة يجب أن تشمل هؤلاء ولا يذهبون إلى مجلس تأسيسي، نعمل كحل وسط على أساس الحل الإيرلندي أنه يتم الحوار مع المعارضة وللحكم أن يتحاور مع الموالاة، وبعد أن يصير الاتفاق يجمع هؤلاء كما جمع الطرفات في ما تسمى بالجمعة العظيمة في إيرلندا، ونقول هذا الاتفاق، وبعد ذلك هذا لا يكفي، وبعد ذلك نذهب إلى استفتاء شعبي، لأن الشعب البحريني بكل مواطني من حقه أن يقول نعم لما تم الاتفاق عليه أو غير ما تم الاتفاق عليه، أنه غير متفق على ما تم عليه. نعم السيد خليل، نعم. يجب أن يكون نصوص دستورية، صيغة دستورية، يعني لن يذهب أحد لاستفتاء مثل ما ذهبنا في 2001، وبعد ذلك بعد كل العهود وكل التطمينات وكل المواثيق التي قيلت للشعب جاءت دستور، تعديلات دستور 2002 أو صيغة دستور 2002 خلاف لما تم الاتفاق عليه. لم لا مجال للعب على الشعب مرة ثانية أو خديعة الشعب، نعم. من خلال لا استفتاءات ولا حتى عمليات تسمى بحوار غير جاد. المعارضة الآن هي في مراحل القوة بالتجمع، وحاولوا أن يفتتوا المعارضة، حاولوا أن يلعبوا، ولعل الاجتماع بالأمس كان رسالة واضحة أن المعارضة قوية متماسكة ولا يمكن تهزيمها ولا يمكن اللعب عليها.
نعم، السيد خليل المرزوق المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.